قبل لا نختم استاذن المخرج بس انا شبكات التواصل الاجتماعي الناس اللي تغرد عيسى رمضان قال عيسى شلون تتعامل مع الناس اللي يعني خلنا نقول ان الناس هذه اللي قاعد تغرد اوكي يعني عيسى رمضان هو متنبئ ولكن مو بعالم الغيب الله يعني صار الكويت مو عالم الغيب الله يخليك هو ينصح ينبه صار اوكي ما صار العلم بيد الله انا يعني بكل صدق لان انا افهم عملي وادري طبيعته وكثير من الاخوان والاخوات اذا يو كم واحد من الاشخاص هذا وكتبوا او حطوا صور فلا تاخذون عليهم ما يخالف انا مسامحهم لان ادري في ناس كثر لا في ناس كثر قاعدين يسوون هالشيء انا قاعد اقول هم اساس محبه الناس بالضبط. اللي قاعد فعلا تتكلم عنه فهذه دليل الحب احنا شعب والله سبحانه وتعالى عطانا واحمد خليني اكون صادق معك يمكن شهادتي فيك مجروحه قلتها في البدايه انت مشهور مش على مستوى الكويت ولا الخليج والله الوطن العربي الحمد لله كلمه يعني حق اقولها يعني تستاهل كل خير وكل طيب كلمه اخيره طول بعمرك